التنسيق المصري السعودي دائما تنسيق مهم، ولكن بالذات فيما يتعلق بقبيل زيارة بايدن، احنا شايفين تنسيق مصري بحريني أردني كان خلال اليومين الماضيين، ثم الآن تنسيق سعودي مصري سعودي. ماذا تريد المجموعة العربية أن تقول لبايدن بعد شهر من الآن؟ اعتقد ان اول حاجه هنقولها له انه موضوع الحرب ده ينبغي ان تتوقف، ويبقى في جزء من الاهتمام الامريكي منصب ليس فقط على اضعاف روسيا او على هزيمتها او انه يعني لا يكون هناك اهتمام بان امتداد هذه الحرب لفتره طويله فيها كثير من الامور التي تمس المصالح الاساسيه لدول المنطقه، وسواء في شق الطاقة اللي بيتعلق بدول الخليج أو في شق القمح والغذاء الذي يتعلق بمصر. فدي النقطة الأولانية. النقطة الثانية هي أنه سواء مصر أو الدول العربية جميعا لها مصالح مختلفة في العالم، وأنه في علاقات يرغب أن تكون قوية مع الولايات المتحدة، لكن ذلك لا ينفي أن الدول العربية الآن لها علاقات مع الصين مع روسيا، وكلها أيضا تصب في محاولة التوصل إلى نظام عالمي مستقر وليس قلقا بالطريقة الجارية الآن. أعتقد أنه في نقطة مهمة جدا بعد ذلك تتعلق بالوضع في الخليج والموقف من المفاوضات الإيرانية الأمريكية حول الاتفاق النووي، لأنه الدول العربية تؤمن تماما أننا لا نريد إيران نووية، هذا صحيح، لكن أيضا الأهم هو العدوان الإيراني المستمر على العديد من الدول العربية بما فيها العدوان على السعودية وعلى الإمارات مباشرة، وأنه هذا الاتفاق لابد وأن يشمل كل الأمور المتعلقة بعلاقات إيران مع الإرهاب، وبالذات في الأدوار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن، لأنه ذلك أحد الأمور التي يعني على وشك أنها تجعل الاتفاق غير قابل للعقد، لأنه إيران مصممة على رفع هذا التنظيم من الإرهاب، بل الولايات المتحدة لحسن الحظ متمسكة بالجانب المضاد، لكن لا أحد يريد أن يترك المسائل للظروف، وأنه الرأي العربي لابد وأن يكون يعني منظورا له بجدية. الأمر الثالث أنه مصر والسعودية بالتحديد وكل الدول العربية تريد استقرار في المنطقة، وخلال يعني العام الماضي ومنذ بيان العلا اللي تم وأدى إلى انتهاء الأزمة مع قطر ودول التحالف الرباعي، فنحن نجد أنه المطلوب الآن أنه يبقى امتداد عملية التهدئة العامة اللي تمت مع تركيا أنها أيضا ممكن أن تتم مع إيران في حالة أنها يعني تخفف من تأييدها للإرهاب، تأييدها لعمليات عنيفة في المنطقة.